بكل خير، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. أجواء جميلة قبل كل شيء، اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. رأسية مذهلة، ضربهم كواهم، أحرق مرماهم. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة، لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. إبعاد ناجح للكرة، داني باريخو، ويعود بالكرة تسديدة، وينجح في استعادة الكرة السريعة. يسدد الكرة، يا إلهي، هدف. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، بهذا الهدف، بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية. عودة سريعة تجعل الفريق يتنفس سعداء من جديد بعد أن قبل هدف في مرمى ديبالا. تلعب الكرة جميلة، جول. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه، ولديهم تقدم بهدف وحيد. إيموبيلي، داني باريخو يلعب كرة على اليسار، داني باريخو لمسة على اليسار، موجود لإبعاد الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، ديبالا، استقبال جميل من جانب إيموبيلي، هندرسون يلعبها لمنطقة الخطر، الآن إمكانية المرتدة، داني باريخو، والتسديد، وينجح في تسجيل الهدف. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين، يحاول تمريرها من بين ديبالا، أوه.
مرصد في القائم. داني باريخو يواجه الكثير من المشاكل بسبب هذا الضغط البدني القوي. داني باريخو تغيير لاعب على الأجناب بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. بإمكانه إبعاد الكرة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ كريستنسن، هندرسون، داني باريخو عدت الكرة، يحاول فتح، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. يتحرك لوحده، يهاجم، فرص ليفاندوفسكي. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. سيبدأ الشوط الثاني الآن. كرة طولية إلى الأمام. يلعب رمية التماس. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. رمية جانبية إذن. فيتسل تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام. فرصة خطيرة. إيموبيلي فرصة هجوم معاكس.
هندرسون، كريستنسن، داني باريخو، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة، ينطلق إلى الأمام بسرعة، إيمورو يلعب كرة بينية، يندف إيموبيلي، كرة باتجاه المرمى، الله مروان، ينجح في التسجيل، لقد سجل الهدف، قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. شوفوا الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. ليفان، الكرة داخل الشباك، كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. والتقدم الآن بفارق هدفين، أكيد بهذا الهدف الأمور تتغير، فريق يفقد تسديدة من أول لمسة، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. لدينا تغيير جديد هنا، فيتسل، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع، كريستنسن، فاتت ومرت وصلت إليه، ها هي التسديدة، الكرة خطيرة، كرة مقطوعة بامتياز، تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة. إمكانية مرتدة الآن. سينجي. هندرسون. كرة من جهة اليمين. يلعب كرة بينية وعرضية. لورينزي يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. نجحوا في تخليص كل الكرات. هندرسون يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لمسة بينية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ليفاندوفسكي، اختراق جميل على اعتاب المرمى. هندرسون، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. إيموبيلي، إيموبيلي، ليفاندوفسكي، لا يمكن إهدارها، يا سلام على المرور الجميل على المهاب، بايت، لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، يستعيد الكرة سريعا، يلعب كرة عرضية. أفقد الخصم التركيز، التوازن، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، لمسة في المساحة الخالية، ها هي
صافرة النهاية. يشعر اللاعبون بخيبة أمل كبيرة بعد هذه الخسارة.